فاز النادي الاهلي على نادي بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه، وقدر النادي الاهلي ان هو يقتنص المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه بعد ماتش 90 دقيقه من العلقه التكتيكيه والعلقه البدنيه اللي شفناها. قدر النادي الاهلي ان هو يفوز باللقاء بضربات الترجيح بعد تالق كبير جدا من الشناوي ان هو يصد ضربتين جزاء، وكان ضربه الجزاء الاولى اللي صدها الشناوي هي كانت مفتاح كل حاجه. ولكن اعزائي الساده المشاهدين، قبل اي حاجه عايزك تعمل لايك على الفيديو ده، ولو انت لسه جاي جديد اعمل سبسكرايب وانزل قول انا قاعد مستنيك، لان انا النهارده جايب لكم الزتونه، جايب لكم ده عمل ايه وده قال ايه. اعزائي الساده المشاهدين هاتوا كوبايه شاي وسجاره ويلا بينا. اعزائي الساده المشاهدين انا النهارده عامل لكم روشته باللي حصل في الماتش والومضات المهمه اللي كانت في الماتش، علشان خاطر طبعا مش هسجل ال 90 دقيقه، مش هيجوا يمتحنوني بعد الماتش في الحاجات اللي هي كانت مهمه اللي ممكن تعدي عليك وتعدي عليا، انا سجلتها في ورقه علشان ولا انا انساها ولا انت تنساها لما نتكلم فيها. ولكن انا عايز اتكلم في حاجه قبل اي حاجه. نادي الاهلي النهارده نزل فرض شخصيته على اللقاء. نادي بالميراس نادي كبير جدا في امريكا الجنوبيه، راجل بطل امريكا الجنوبيه. النادي الاهلي حط ده في الاعتبار ولكن نزل فرض شخصيته على اللقاء. انا من اول دقيقه فارد لعيبتي على الملعب، اللعيبه بتباصي لبعض، في ثقه كبيره جدا ما بين لعيبه الاهلي وبعضها. السوليه النهارده كان هو الكابتن الفني للنادي الاهلي، او هو معظم الماتشات بيبقى هو الكابتن الفني، هو اللي بيوجه لعيبته. النهارده النادي الاهلي هو اللي حاطط مثلا الخطه اللي المفروض هيمشي عليها طول اللقاء، وهعمل كذا وهعمل كذا، ونادي بالميراس هو اللي بيعدل من نفسه على حسب مجريات الماتش من النادي الاهلي. لو النادي الاهلي مثلا بيلعب على العمق فنادي بالميراس بيغير وبيلعب 3 5 2، لو النادي الاهلي مثلا بيلعب على الاطراف بالميراس فجاه تلاقيه ب 4 4 2، فجاه تلاقيه ب 4 1 4 1. بالميراس هو اللي بيتلون على النادي الاهلي علشان يقدر يحد من خطوره النادي الاهلي. ولكن برضو في حاجة أنا مش عايز أنساها، أنا حاجة دونتها في الدقيقة 26. في الدقيقة 26 بدأت أشوف إن النادي الأهلي عامل مصيادة في نص الملعب. هتقول لي إيه مصيادة في نص الملعب؟ ده إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقول مرة نسمعه مثلا؟ لا، ممكن المصيادة دي تكون فرق كتيرة بتعملها، بتحاول. شفتوا العنكبوت بيمسك خيوطه بحيث إن هو لما تيجي مثلا الفريسة يرغمها تخش من حتة معينة ويمسكها في الحتة دي. ده اللي كان بيعمله النادي الأهلي، كان بواليا بيحاول ان هو يروح على السيرد باك اللي هو في ناحيه الباك الشمال بتاع النادي الاهلي، او الطرف الشمال اقصد يعني، فكان بيقفل عليه التمرير من السيرد باك اللي كان بيحضر الكره، فكان بيرغمه ان هو يودي الكره في اتجاه جنب اليمين بتاع النادي الاهلي اللي هو فيه محمد هاني. كان معظم لعيبه الاهلي بتقف تقفل الجنب الشمال ده خالص وترغب او تفسح الطريق للعيبه بتاعه بالميراس ان هي تدخل في الحته دي. وبمجرد ما الكره تطلع من رجل اللاعب بتاع بالميراس اللي هو قبل نص الملعب من اتجاه بالميراس ويبدا يدخل الكره في نص ملعب النادي الاهلي، على طول بتلاقي اربع لعيبه من النادي الاهلي حتى لو هم ماسكين لعيبه من بالميراس فجاه بتلاقيهم سابوا الكلام ده ويبتدوا يعملوا ضغط مكثف على المنطقه اللي فيها الكره. فلو في لاعب من بالميراس استلم الكره في الحته دي، اذا ان هو عليه ضغط من اربع لعيبه. طب لو هو قدر يتصرف في الكوره ويستلمها ويوقفها تحت رجله، بتتقطع الخطوط اللي يقدر يباصي فيها الكوره لزمايله، ففجاه بيلاقي نفسه لوحده ويقدر لعيبه النادي الاهلي ان هي تستخلص الكوره في الموقف ده، وبتتحول لهجمه مرتده. شفتها اكتر من 6-7 مرات النادي الاهلي بيعملها كده، ولكن نادي بالميراس قدر ان هو يكتشف الموضوع ده في النادي الاهلي او المصياده دي، عرف ان في مصياده هنا، فلجأ ان هو يلعب الكوره الطوليه في ظهر في ورا الباكات بتوع النادي الاهلي، لان الباكات بتوع النادي الاهلي كانوا واخدين تعليمات بالزياده الهجوميه على حساب الزياده الدفاعيه اللي كان بيعمل تكافؤ فيها لعيبه منتصف النادي الاهلي، ان هم كانوا بينزلوا يقفلوا مع الاثنين السرد باكات في حاله الضغط المكثف. وكان الاثنين الباكات بتوع النادي الاهلي كانوا واخدين تعليمات ان هم يسدوا المكان اللي ما بين الباك والوينج بتاع بالميراس في ايا كان الجنبين بتوع الملعب. كان ايمن اشرف قافل المنطقه الشمال ما بين الباك والوينج، وهنا محمد هاني كان قافل المنطقه ما بين الباك والوينج في المنطقه اليمين. وكنا بنشوف الكلام ده على معظم اوقات المباراه. ولكن بقى خلونا نخش في الروشته اللي احنا عاملينها. طبعا النادي الاهلي احنا كنا اخذنا بالنا ان هو بيعمل ضغط على حامل الكوره باتنين لعيبه لما الكوره بتيجي في نص الملعب على طول، باستثناء الحته اللي كان فيها المصياده اللي قلنا عليها دي. ايا كان المنطقه اللي فيها الكوره مع نادي بالميراس في الملعب، كان على طول النادي الاهلي بيعمل ضغط مكثف على اللاعب حامل الكوره باللاعب اللي هو في المكان ده، بالاضافه لعمرو السوليه اللي كنا بنلاقيه هو اللي بيتكفل بان هو يبقى الراجل الثاني في الضغط الثنائي
على حامل الكرة. طبعا احنا قلنا ان الباكات في النادي الاهلي كانت بتبدا اللعب من نص الملعب، كانت على طول بنلاقي ان التغطيه الدفاعيه كان بيعملها منتصف النادي الاهلي، وكان على طول الكرة في اول ما تقطع تروح للاثنين الباكات ان هم كانوا بينطلقوا، كنا بنشوف ده معظم اللقاء. كان في هجمه بواليا والسوليه الانفراد اللي كان في الدقيقه 34، هنا كان احنا شفنا ان بواليا قدر ان هو يتصرف صح وياخد المكان الصح على قوس ال 18، وفي نفس الوقت ما يبقاش قريب قوي لحارس المرمى بحيث ان هو ما يقفلش عليه الجون وما ياخدش الكره اللي هتتعرض له. السوليه كان معاه واحد وبقى هو هما الاثنين لوحدهم، وولتر بواليا كان على قوس ال 18 فاضي جدا. هنا عمرو السوليه اتصرف في الكوره بابشع حاجه ممكن تتخيلها، ان انا بعمل عرضيه للاعب ده بجنب رجلي بحيث ان الكره تلف للاعب. الكره لما لفت للاعب، الكره لما عملت قوس، القوس ده كان حارس المرمى واقف في المكان اللي قاطع فيه على الكره وقدر ان هو ياخد الكره. ولكن عمرو السوليه انا كنت مستني ان هو يضرب الكره من تحت بحيث ان هي تعلى من فوق اللاعب اللي واقف معاه وتنزل لولتر بواليا وهو خط مستقيم للكره، فساعتها هيبقى وولتر بواليا منه للجول. انما عمرو السوليه اتصرف فيها غلط، كانت هتبقى الكره اخطر لو كانت اتضربت من تحت من فوق اللاعب، كانت هتبقى بعيده جدا عن حارس المرمى. دي كره كانت في الدقيقه 34. ايمن اشرف، الله، ايمن اشرف النهارده كان من احسن لعيبه النادي الاهلي، ولكن لسبب العنف الزياده، العنف الزياده من ايمن اشرف قدر ينقل الملعب من المكان اللي فيه الباك الشمال اللي هو ايمن اشرف، احوله الحته اللي فيها محمد هاني اللي هي فيها المصياده اللي كنا اتفقنا عليها. فقدر النادي الاهلي بعد اكتشاف الفرقه ان كان في هنا في حاجه غلط في الحته دي، فبداوا يلجأوا للكور الطوليه، فسبت لها بدر بنون. طبعا الكور دي خلاص بتروح هنا بتموت، فبداوا يروحوا في الجنب اللي فيه ايمن اشرف، لقوا هناك في عنف وتخبيط وضرب وي وي وي، فبداوا ينقلوا الكره تاني في الجنب اليمين اللي هو موجود فيه المصياده اللي كنا اتفقنا عليها، اللي هي كانت من احسن الحاجات اللي انا كنت قاعد مستمتع وانا بشوفها. ممكن كتير ما يكونش خد باله من الموضوع ده، بس انا كنت مركز قوي 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 في الحته دي تحديدا. الكره بمجرد ما بتدخل مربع معين بيندفع على المربع ده اربع لعيبه من النادي الاهلي، بس انا طبعا مش ما سجلتش اساميهم، بس ده اللي احنا كنا بنشوفه. لو رجعتوا للماتش هتشوفوه. سوليه كان مندفع النهارده كتير قوي، على الرغم من ان هو كان الكوتش الفني هو اللي بيبقى قاعد لما يشوف لاعب مثلا من اللي جنبه صرح تعالى انت هنا وانت تعالى انت مكانك هنا وانت بتعمل ايه وانت دي كانت ميزه السوليه في ان هو يبقى الكوتش الفني في نص الملعب، وكانت دي بتبقى ميزه حسام غالي في النادي الاهلي. ولكن كل الكلام ده كان بيقابله ان كان في اندفاع غلط من السوليه، كان في تصرفات غلط من السوليه، كانت في غلطات كتيره من السوليه ان هو بيندفع ويسيب المكان اللي هو فيه، وكان في اوقات بيعمل خلل في نص الملعب كانت بتقدر لعيبه بالميراس ان هي ما بتصدق تلاقي حته تفوت منها بالكره، وده اللي كان بيسبب خطوره على النادي الاهلي. انا مش فاهم ازاي قفشه النهارده لعب جناح، انت بنسبه 90% عملت لنفسك فجوه في الحته دي. قفشه بيستلم الكره فبيضطر ان هو لو هو اخد الكره هناك عند الركنيه هيرجع ويمشي خط نص الملعب ويبتدي يخش بالكره في العمق تاني وتتقطع منه، وهنا كان بيحصل الارتجاليه بتاعت قفشه. انا مش عارف العب هنا، مش عارف العب وينج، جايبني وينج ليه؟ فيضطر ان هو يرتجل ويدخل نص الملعب والكره كانت بتتقطع منه. وكنا بنشوف كتير جدا ان في لعيبه من النادي الاهلي كانت بتستلم الكره في نص الملعب وبتصبر، اللعيبه اللي كانت بتصبر فجاه تلاقي واحد راح ضاغط عليه اخذ منه الكره، واحد دخل عمل عليه فاول، واحد دخل عمل تاكلنج اخذ الكره. وكنا بنشوف الكلام ده من طاهر، محمد طاهر اللي كان انا كنت شايفه فايق قوي الشوط الاول، وكان بيقدر ان هو يستغل المساحات وياخد الكره قدامه ويجري في المساحات. ولكن الشوط الثاني كان طاهر، محمد طاهر كان بصراحه انا كنت شايفه ناسي الكره. التغييره بتاعت قفشه اتاخرت كتير جدا. ميزه النادي الاهلي النهارده ان كل لاعب في النادي الاهلي هو عارف ادوار زميله ايه. يعني انا مثلا كياسر ابراهيم عارف ادوار بدري بنون ايه، بدري بنون عارف ادوار محمد هاني ايه، ايمن اشرف عامل عارف ادوار ياسر، قفشه عارف ادوار مش عارف مين. فكل لاعب حافظ دور اللاعب اللي جنبه، فكان بيقدر اللاعب لما يشوف زميله يسرح ينده له. ياسر ابراهيم ينده لمحمد هاني، لا تعالى انت تعمل كذا. ايمن اشرف يزعق مش عارف، بس هو مش زعيق، هو بس بيفوق زميله ان هو ممكن يكون سرح
وده اللي كان، وده اللي بيبقى في الغالب من اللاعب مش هيفضل ال 90 دقيقه مركز، طبيعي ان هو هيسرح مع كوره او اثنين او ثلاثه، فكانت زمايله بتنده له وتحاول تقول له ان انت سرحان نركز. الشناوي بيعمل ده في خط الدفاع بتاع النادي الاهلي كله، بيمسك اللاعب، انت بتعمل حاجه غلط تصلح، انت بتعمل صح انت بتعمل غلط صلح. السوليه بيعمل ده قدام لعيبه النادي الاهلي، لما بتهرج قدام السوليه بيقف لكل لاعب ويقول له لا انت دورك كذا وانت دورك كذا، كل لاعب حافظ دوره كويس جدا. ولكن الغطرسه الزياده عن اللزوم بتاعت عمرو السوليه بحسها بصراحه مش في لعيبه ممكن ما تتقبلهاش، ولكن ممكن يكون فرق ان انا كوتش في النادي الاهلي وبتاع، انا كابتن في النادي الاهلي، ممكن اللعيبه تتقبلها، ولكن دي في اوقات كتيره جدا ممكن تعمل حاجه ما بين اللاعب وزميله، لا انا مش هبصيلك دلوقتي، يعني ممكن يكون السوليه فاتح له لا وده انا اتزعق لي من السوليه مش هبصيلك انا هبصيل مش عارف كذا، ممكن يكون الحاجات دي بتحصل، الغطرسه الزياده عن اللزوم من عمرو السوليه بتعمل الكلام ده. طبعا اخر 10 دقائق الفرقتين كانوا مستسلمين لضربات الجزاء، باستثناء ان كل فرقه عايزه بتحاول، انا هروح خطفت خطفت ما خطفتش ما خطفتش. فشفنا الكره بتاعت عمرو السوليه، الجون اللي هو كان بتاع بواليا اللي اتحسب اوفسايد، ده كان اوفسايد، كانت حاجه كويسه، كانت من اخطر الكور للنادي الاهلي على على فرقه بالميراس. نادي بالميراس برضو جات له كره، اللاعب اللي هو عدى وشاط الكره بشماله، الشناوي طبعا قام زعق لزمايله، ولكن هم دول الومضتين اللي كانوا في اخر 10 دقائق، ده حاول بكره وده حاول بكره، والاثنين بعد كده استسلموا لضربات الجزاء. ولكن هنيجي لضربات الجزاء، ده ماتش تاني خالص، انا شفت ماتش تاني في ضربات الجزاء. ممكن يكون اللاعب اللي دخل لعب اول ضربه جزاء لنادي بالميراس هي اغبى ضربه جزاء انا ممكن اكون شفتها في حياتي، اغبى ضربه جزاء شفتها في حياتي حرفيا. انت داخل المفروض انا هدي ثقه لزمايلي، هدي لزمايلي تقل نفسي، هريح اللي هيجي يشوط بعدي، هريح حارس المرمى، هريح الفرقه واشيل من عليهم ضغط كتير جدا بسبب كره واحده. انما حارق اللاعب دخل رجع مش عارف 20 متر ودخل وهو بيجري بيندفع، وقف علشان خاطر يوتر محمد الشناوي، انا بهز الجون قبل ما ادخل اشوف الجون هيعمل ايه، انما انا شفت ثبات انفعالي من الشناوي غريب، الشناوي فضل واقف زي ما هو ما اتحركش فيه صباع حتى. واذا وبعدها دخل اللاعب بيحط ضربه جزاء غريبه جدا، قدر ان محمد الشناوي يصدها، وهنا بدا يحط عبء كبير جدا على زمايله اللي هيدخلوا شوطه بعده، وعبء كبير جدا على حارس المرمى اللي هيصد بعدها، بس قدر حارس المرمى ان هو يتصدى لكورتين، والشناوي قدر يتصدى لكورتين او ثلاثه على ما اظن، اللي في كره لمروان محسن جت في العارضه، وكان ضربات الجزاء كانت أربعة في منهم واحدة، فإذا اللي كان هيجيب ضربة جزاء ويضيع خلاص هو اللي كان فاز البطولة، وده اللي عمله النادي الأهلي. زي ما قلنا إن وجود حارس مرمى تقيل تحت الثلاث خشبات ده بيدي أريحية وثقة للعيبة حتى لو هي ضيعت. عندك مروان محسن دخل لعب ضربة جزاء كويسة جدا ولكن خبطت في القايم، ولكن انت دور حارس المرمى في الحته دي ان هو يدي الثقه والاريحيه لزمايله لا انا موجود وبتاع، وقدر ان هو يصد الكره اللي بعدها ويتوج النادي الاهلي بالمركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه. مبروك لابويا، ببارك لابويا طبعا عشان انا شفت فرح ابويا مبسوط قوي 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 قوي، كنت هتضايق لو الاهلي خسر لسبب انا يعني ابويا في الكره اللي مروان دخل حطها وجت في القايم، ابويا تعب، ابويا اهلاوي جدا يا جماعه، فهو يعني صرخ جامد تعب، فالحمد لله ان الاهلي كسب علشان خاطر ابويا، اشوف فرحته والله العظيم انا بفرح جدا لما بشوف فرحه ابويا قدامي، حتى لو هي لو بفوز النادي الاهلي اللي هو انا كمحمد سامي زملكاوي لا ما احبش، لا انا ابويا عندي فرحته بالدنيا كلها، الف مبروك لابويا والف مبروك للاهلاويه اللي هم في ود ما بيني وبينهم اللي هم اصحابي، فانا ببارك لاصحابي وببارك للناس المحترمين. ان شاء الله بقى بطوله الدوري تبدا ترجع تشتغل تاني، والنادي الاهلي يرجع لبطوله الدوري، والمنافسه اللي هي موجوده ما بين الاهلي والزمالك اللي خلقها الزمالك بسبب التعثرات اللي عملها، ولكن هنشوف بطوله كويسه جدا، وان شاء الله القادم افضل لنادي الزمالك وافضل للنادي الاهلي في اي حاجه ما بيلعبش معاه فيها النادي الزمالك. بس اعزائي الساده المشاهدين، ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا من اللي انا قلته، ارجو ان انا اكون قدمت حاجات ممكن ما يكونش حد فيكم اخد باله منها، قدمت حاجات ممكن تكون تاهت منك بسبب حماس الماتش، ولكن ممكن الحاجات دي تفرق بعد كده
مع اي حد ممكن يقعد يتفرج على كوره يبقى فاهم ايه اللي بيدور وايه اللي بيحصل. اعزائي الساده المشاهدين، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو انت لسه جاي جديد، وتنزل تحت تقول لي رايك في الكلام في كومنت، عشان رايك يهمني جدا جدا جدا، ودعمكم يهمني جدا 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 الفتره الجايه عشان نستمر مع بعض. اعزائي الساده المشاهدين، السلام عليكم.